الأول وليد أزارو يتحدث في سي بي سي. احكي لي على المستوى الإنساني قبل ما ندخل بقى في الجزء الرياضي الفني اللي فيه سطوع كبير جدا سبقه هجوم كبير جدا. على المستوى الإنساني قول لي إزاي وجودك في الأهلي في الأول احتضنوك اللاعبين اللعيبة، ولا كان في مسافة بينك وبينهم، ولا كان في توجس؟ يعني على المستوى الإنساني كان استقبالهم ليك عامل إزاي كابتن وليد؟ أصلا من العوامل اللي خلتني أجيل أهلي أصلا هو أنا سألت على النادي كتير، يعني مش سألت عليه في المسألة بتاع الفنية، وأكيد نادي كبير كله بيعرفه ومستوى العالم أصلا، أنا سألت في الحتة التانية، فممكن نادي ما تأقلمش معاه، فاهم، ما يدخلوكش للمجموعة بسهولة. بس سألت عليه الوكيل بتاعي قال لي الموضوع يعني الأهلي زي العائلة بتاعك، هتلاقيها زي وكله يرحب بيك وكله يخليك تخش ولما جيت صراحة لقيت زي الموضوع اللي قال لي، يعني جيت لعيبة كلهم رحبوا بي من أول يوم، فالموضوع كان عنده سينس حلو يعني صراحة. مين أول واحد عزمك؟ عزمني؟ آه أكيد مش سعد يعني. مش سعد. غالي، مين تاني؟ عاشور طبعا، معلول برضو عزمني في الأول، جوكر. ففي حاجات بتاع القائد، يعني الحاجات اللي هتدخلك في الأجواء، عماد متعب برضو. دي حسستك إنه مسافات قصيرة صح، دي دخلتني في الأجواء على طول يعني، ممكن تروح الفريق تاني تلاقي صعوبات يعني. طب احنا ليه بنجيب الشريط اللي ممكن ناس كتير جدا تشوفه؟ احنا بنجيب عشان نركز على بعض الاجزاء اللي بتوضح لنا معالم وشخصية وفكر هذا اللاعب الذي كان من الممكن لو لم يكن هذا معدنه لقضي عليه. بداية ولا اروع داخل الفريق من ناحية الجهاز الفني، من ناحية زمايله، ولا اسوأ من ناحية الاعلام وجزء من الجماهير المتعجل دائما انه ما يفكرش. وانا لما اضيع 5 اهداف واجيب ضربه جزاء واعمل جون واجيب جون ابقى كويس ولا وحش؟ طب انا لو بجيب ال5 تجوان ده انا باهداف العالم ولا باهداف مصر ولا ومع مرور الوقت تكتشف ان شخصيه هذا اللاعب هي جزء كبير جدا من سر نجاحه الان. ولذلك احنا حريصين نشوف يا استاذ ابراهيم وهو يتحدث حتى بخفه دم مين اللي عزم العربي. لا الاول لا اكيد مش سعد. اذا تشعر ان بينه وبين سعد علاقه خاصه، كيمياء تانيه هتبان وهو يتحدث هو مين مدرس العربي بتاعه. نشوف. بص طبعا كميه التعليقات اللي على اللهجه اللي بقى بيتكلمها وليد ازارو كتيره جدا، معظمها فيها تفهم للموقف اللي هو فيه، ما فيش حد في الدنيا ما يحبش يتكلم بلهجته، انما في مواقف استثنائيه. لو بتشوف ارجائي بيتكلم عربي فلا اكيد انت هتتكلم عربي يعني، زي ما قلت لك فسعد سمير عامل شغل جامد يعني، فهو المدرس بتاعنا اصلا، فاهم؟ طيب سعد عامل جو بس هو دمه خفيف. هو مدرس العربي بتاع وليد ازارو وجوني، يعني عايز يقول لهم ايه لما تشوفوا بقى جاي بيتكلم عربي ده انا نعمه يعني. وليد ازارو بقى في حركه احتفاله ليه بيعمل 3 ده نسر ولا حكايته ايه؟ منى شاذلي سالته، نشوف تفسيرها ايه. فاذا الناس احتارت يا وليد في النسر المجنح اللي انت بتعمله. بص الحركه دي احنا عندنا مدينه في اكادير بيدوها 33. نعم 33 ده ايه؟ ايه 33؟ احنا كل مدينه معترف يعني متمثل في رقم،
يعني زي اديك مثال يعني عربيات عندكم هنا في احنا عندنا الرقم بتاع المدينه من بعدها الرقم يعني اي فاهمها الرقم بتاع العربيه يعني ايوه يعني العربيه دي لو دخلت مدينه تانية يعرفوها جايه منين بالارقام احنا عندنا 33 والرمز ده برضو بيمثل ايمازيغن الشعار بتاع ايمازيغن يعني الاصل في الحركه دي 33 ده الرقم او الكود المدينه بتاعي. طيب شايفين البساطه والسلاسه اللي بيتكلم بيها وخفه الدم وبعدين يكلم مع مدام منى يقول له انت يعني فهو اما لا مستغربه لما تسمع جاي ده انا كويس ده المدرس بتاعنا واحد. طب كان عامل ايه بقى في المرحله العصيبه اللي فعلا يا يعدي منها يا ما يعديش الصيام عن التهديف فسرها ازاي؟ كابتن وليد ازارو احنا هنتكلم معاك في مرحلتين. في مرحله نسميها بالمصري نكد نكد نكد، وبعد كده مرحله لطافه وفرح وزغريت. احكي لي على المرحله الاولى يا كابتن وليد. اولا هي كانت الكوره مع عندك ولا كان في ايه؟ مش عارف والله انا برضه مش عارف، بس هي انا بالنسبه للجمهور انا كنت عاديرهم يعني، فالمسائل دي عادي بالنسبه لاي جمهور، فيكون متعصب شويه وعاوز يكسب وبتاع. الموضوع ده كان بيجيهم غريب، بس اي لاعب في العالم اي هجوم في العالم بيلعب هجوم تجيله مرحله فراغ، فاهم؟ الموضوع ده حصل مع لعيبه ستار قوي في العالم كله يعني زي كريستيانو زي سواريز زي لعيبه كتير يعني بنزيما برضو. فالمواضيع دي الناس الجمهور اللي ما عندوش فنيات كبيره فبيجي موضوع اوفر، بس بالنسبه للمدربين واللعيبه وكل حاجه بيجيهم موضوع عادي يعني. بس اللي يخلي الموضوع ده يزود شويه هو لما بيضغط عليك الجمهور كتير قوي بيسيب الموضوع ده، فاهم؟ الموضوع ده يطول شويه. يعني كان انت كنت حاسس بالضغط العصبي يا كابتن وليد في الفتره دي؟ والله انا الحاجه الصراحه فيها حاجه حلوه يعني، مش هم قالوا لي ما حبش اتكلم عن نفسي يعني. فانا الموضوع ده كله انا بالنسبه لي انا ايجابي لي يعني. انا اصلا الموضوع ده كنت عاوز يعني في المسيره الكرويه بتاعي يعني عاوز العب في ضغط عاوز العب على القلب. الموضوع ده هو اللي جابني النادي الاهلي اصلا، خليك تعمل اي حاجه فاي حاجه انت عاوز فبتسرع فالامور بتزق السوق للسوق يعني. حد ما قعدت مع نفسي يعني ايه انا عارف نفسي يعني، كنت في جميع الفئات انا الهداف وجميع الفرق اللي كنت فيها انا الهداف يعني. الموضوع ده مش تمام، في حاجه مش تمام، فانا عارف نفسي يعني. عشان كده ما كنتش بتصور كميه الانتقادات وكل حاجه. انا سعد سمير كان بيوريني حاجه واضحك يعني، فاهم؟ يقول لي يا اخي يا اخي انا بحسدك في الحته دي يعني، ان انت عندك ثبات. ثبات طيب عدى المرحله الصعبه بشخصيته، واحنا بنقدمه زي ما المهندس عدلي اشار عشان كل لعيب يعرف انه لما يتعرض لهذه الضغوط ولهذه الحاله اللي ممكن تخاصمه عمليه التوفيق في عدم التسجيل يتعامل معاها ازاي، وتعرض للضغط الجماهيري والضغط الاعلامي العنيف للاسف اللي عندنا اللي لا يرحم ابدا، ما تعلموش من درس فلافيو بيكرروه مع وليد ازارو، وهو الراجل لما فاق دلوقتي كله مسك له السجاير. ده حتى ما هو وليد ازارو وما خدش الوقت بتاع فلافيو حتى اللي كان عمالين يسخروا منه ويهاجموا الجهاز عليه، بس وليد ازارو مع هذه الحاله والنجاح والتهديف بيذكر واحد صاحب فضل كبير عليه وقال انا ما اقدرش اوفيه حقه. نشوف حسام البدري كان واقف، مش عايز اقول في وش جماهير الاهلي، انما كان واقف بثبات ورا الموهبه اللي هو اقتنصها واصر عليها من المغرب. قولي شفت موقف حسام البدري ازاي؟ زي ما قلت لك زي المدربين لعيبه بيفهموا الحاجات دي يعني، عندهم نظره فنيه يعني. فانت المدرب بتعيش معاه كل يوم، تمرن قدامه كل يوم، فاهم؟ كل ماتش
فأكيد هو أصلا من أسباب النجاح، أنا أعتبره من أسباب النجاح وليد أزارو طبعا، اللي هو مدرب كبير أصلا، زي لو أتكلم عليه مش فاهم هاخد وقت طويل يعني، وألقابه بيتكلم عليه يعني، حسام بدري أعتبره أحسن مدرب في مصر. يعني كان بيكلمك بشكل ثنائي مع بعض، بيقولك يعني ما تتهزش أنت، يعني بيعيد تأكيد ثقته فيك ولا لأ سابك؟ لا اكيد بيتكلم معايا يعني، احنا بنلعب كده وعاوزينك تلعب كده وتعمل كده، الموضوع ده بيصرح. لا مؤكد طبعا، هو لازم يشعر بالامتنان ويشعر انه حظه كويس ان تعامل مع واحد مقتنع بيه، وهو كمان قادر انه يفرض هذه القناعه، رغم انه بيتعرض هو ذاته الكابتن حسام بدري لكثير من الاتهامات في وجود نجوم كبار جدا اهمهم كان الكابتن عماد متعب وعلاقه الجماهير بيه، فهو كان جاي في ظروف صعبه جدا ازاره، لكن حسام كسب الرهان وازاره يعني ساعده فان يفوز بهذا الرهان. ولكن وليه ما بيحتفلش بقى؟ يعني احتفاله مش اوفر يعني، لسه كنت بقول لك محمد رمضان رزين قوي يعني، يا دوبك ازاره في الاخر اكتشف الحكايه دي فبقى بيلاغي يعني، قال لك اعملها دي بتاعتي انا، حتى لما سالوها دي حاجه تخصني قوي. طيب هو هل هو دي طبيعه الرسانه؟ بس شوف برضو يعني تشعر اللي هو واحد عارف كويس قوي عايز ايه، عايز ايه، وبيرد بيرد في كل رد بيرده، بيرد الرد اللي هو عايز يرده. نشوفه عندما سئل لماذا لا يحتفل بشكل صاخب. فجأة الشباك فتحت قلبها ليك، وبقت الكورة بتدخل مرة واثنين وثلاثة، وبانت مهارات المهاجم المغربي وليد أزارو. احكي لي بقى على نفسيتك عملت ايه؟ هي اصلا هي كده يعني، انت جاي كده يعني، جاي بتجيب جوان وبتاع، فالموضوع ده شوف في ناس بتسألني على انت ما بتفرحش ليه؟ انت ايه؟ من بعد الجول ما بتفرحش، ما بتعملش احتفالات بقى كبيره؟ ايوه ما بتفرحش، ما بتضحكش وبتاع، فهي عادي انا يعني من كتر الجوان فالموضوع ده مات بالنسبه لي فخلاص. منتهى التواضع، منتهى التواضع. كتر الاجوان تقل المعرفه، قال لك خلاص ما يعني المساله مش محتاجه، لان هو انا كمان هو مهاجم. واضح ان هو مبسط الامور على نفسه قوي يعني. طيب ازاره بقى ماذا تعني له كلمه الاهلي، وهو جاي هنا يعمل ايه بالظبط؟ نشوف. طب انت بالنسبه لك مش بشكل احترافي الاهلي مين الصور اللي تطلع على طول في ذهنك، او مباريات ايه اللي تطلع في ذهنك، او اهداف ايه لما الاقتران الشرط يعني؟ لما تقول كلمه الاهلي بيجيك بيبو، ابو تريكا، عماد متعب. كنت متخيل بقى وانت بتتعاقد مع النادي الاهلي وانت بتاخد التيشيرت في يوم التوقيع انك تبقى هداف الدوري من خلاله، ان انت تنافس فلافيو على كم الاهداف في دوري واحد، جيت الحاجات دي انت بتحطها من اول يوم يعني، زي ما قلت لك المهاجم اللي ما بيحطش الحاجات دي قدامه ده مش هيعمل حاجه يعني، فاهم؟ انت لازم بتعمل انك السنه دي هتعمل ايه، فاهم؟ زي مثال انا يعني، الموضوع السنه دي مع نادي الاهلي لازم اخد بطولات، انافس، اخد الهداف الدوري، فالحاجات دي اكيد كميه كبيره من الاهداف يعني. ارجو ان احنا نكون موفقين في ان احنا جبنا لكم بعض اللقطات التي من خلال الاسئله والاجوبه تعرفنا على سمات وشخصيه هذا اللاعب المهم جدا الذي دخل قلوب كانت محصنة ضد قبوله. ولكن احنا الفقرة دي كلها عايزين نقول لكم الاهلي مختلف عند لعيبة كتيرة جدا دخلت النادي الاهلي، شافته ازاي وعملته ازاي. اذا كنا ركزنا على ازاره، لان ازاره هو اللي موجود النهاردة وهو كان محل الجدل، ولكن
حتى النادي الاهلي مختلف عن الناس اللي المعايشين النجوم الكبار اللي معايشين للكره المصريه.